قبل أن أدخل إلى البيت لابد من الاستئذان، لابد أن أستأذن قبل أن أدخل على بيتي، حتى على بيتي أنا. نعم. من بيلك يوم توتي؟ من بيلك يوم توتي؟ رهود أشياء تهرب يومنا، كيف يوم ترتمين كاسم أهلنا في منسان؟ أدق الباب. كيف يوم كورتي؟ ثلاث مرات. بيضاء. إن أذن لي في الدخول وإلا رجعت. رسن بأهلنا كيف يوم تول بمنتي كترو. قبل أن يدخل على بيتي يدق الباب أو يقول السلام عليكم أدخل؟ من يوم جوته يوم كفير يقول يوم السلام تاك يوم أتول بانتي. الآن أنت قبل تدخل على بيتك لابد تدق الباب أو تسلم تقول السلام عليكم. جندا نتنقني من جوته كوت كفير يقول السلام السلام عليكم تاك يوم تاجين أتول بانتي. إذن البيت له حرمة، كل بيت له حرمة. دوشنا ينتظر دنها تهني موي موي تبين بمرام ربعي. نستأذن قبل الدخول، قبل فتح الباب. ينتظر تسمع كأنه من بين دايو باقي، من بين دايو جول. نعم، لأن هذا من آداب الإسلام. يقولني تجي صلاة ربع الإسلام. عندما أدخل إلى البيت أنا جئت إلى بيت صديقي ماذا أصنع؟ لابد أن أستأذن قبل الدخول. قال وعليكم السلام تفضل. وعليكم السلام سو من جين. عندما أدخل إلى البيت لا أنظر في الأبواب المفتوحة، الأصل أن أجلس عكس الباب يعني حتى لا انظر الى البيت. نعم. لو بيدا بان جو تو داخل النوت تي كي يوم من اد مើ تو كان ني رو كان نو رو مើ تو رو تيه جمه بان تا بان تي توي تو وين يوم ترو انكوي داي نيه چاي ام بي تيه نعم.